المجال. عليكم أن تموتوا جميعكم بدل أن يهرب ذلك السجين. أريد أن أعرف أين يسكن، واجلب لي رئيس المخفر المسؤول عن الحي الذي يسكن فيه. حاضر سيدي. أهرب عن وجهي. أبو الصلح من سكان الحارة، حارة الأصاب. أي نعم، ساكن عنا. نعم، بدك يعني ضروري؟ وهلأ سيدي؟ حاضر. الله معك. أكيد يا سيدي، أكيد الله معك. شو بده مني؟ هرب أبو الصلح يا سيدي. المخربون هاجموا عسكر وأخذوا معه. المخربون. وقد تبين أنه يسكن عندكم في حارة. نعم يا سيدي، أبو الصلح يسكن عنا بالحارة. أريده حيا أو ميتا، وأريد أن تفتشوا كل المنازل منزلا منزلا، وحتى أن لزم الأمر أن تفتشوا حارات متجاورة. حاضر يا سيدي، إن شاء الله سنفتش كل الحارات والبيوت، وسيكون عندك بإذن الله. أجي أفندي، أريد هذا السجين بأسرع وقت إذا كنت مهتم أن تبقى رئيس مخفر. حاضر يا سيدي، سألقي القبض عليك وأجيب لك يا لحد. إلى هنا يا سيدي. أتمنى سوف أعزز مخفر بعناصر إضافية تحت أمرتك غازي أفندي. أمرك يا سيدي، وسألقي القبض على أبو الصلح وجيب لك إياه إن شاء الله لهوني خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأغلب. عظيم، أتأمل هذا منك. يمكنك انصراف رئيس مخفر غازي. شكرا يا سيدي. ميسيو كوماندان، وهل يستطيع رئيس مخفر إلقاء القبض على مثل هذا مجرم ميسيو؟ إنهم يعرفون مكان اختبائي موريس. يجب أن نتعاون معه وإلا سيقتل. هلأ فينا نقول الحمد لله على سلامتك يا أبو الصلح. الله يسلمكم ويقدرني على مكافاتكم. يا عزام ورقي، جهزوا الأكل وطعموا الخيل منيح. وجب، يلا يا رجال. شرف شرف ابو الصلاح. انا بكون تسمحوا لي عقيد. لوين؟ انت معنا من الصبح، لازم تاكل. لا والله تارك الوالد بالبيت تعبان. خير سلامته. الله يسلم عمرك. السلام عليكم. الله معك يا ابو ضاي. رياح يا عقيد، بدك شي مساعده؟ لازمك مصاري؟ سلامتك عقيد، اذا بدي شي اكيد بخبرك. الله معك. السلام عليكم. دير بالك على حالك. ان شاء الله سامحني يا بي، والله ما قدرت اجي اليوم اخذك على استخانه، كان الشغل لفوق راسي. ولا يهمك يا أبي، أنا ما عاد تتهمني روحت الاستخانة. لا يا أبي، روحتك على الاستخانة ضرورية كتير. يا أبي، أنا عاوزك بشغلة ضرورية. هي أمرني يا أبي. الله يرضى عليك يا أبي. أنا في سر قلبي وصار لي سنين طويلة حابسه بصدري، وهلأ صار الوقت إنك تعرفه. سر شو يا أبي؟
شغلت لي بالي. هذا السر يلي بقلبي من سنين، حاسه كاتم على سطري ونفسي. نبي والله وغوشتني، قلي شو القصة؟ أنا رح قلك يا أبي، بس بدي إياك توعدني إنك تفهمني وما تتسرع بالحكم علي لحتى خلص كلامي. يا أبي شو أتسرع ما أتسرع؟ قسما بالله فورت لي دمي. شوفي وأنا مين أهلي؟ ما بعرف ما بعرف. طيب أنا كيف جيت لعندك لهون؟ اشتريناك من واحد بالمصاري. اشتريتوني بالمصاري؟ ايه ايه يا ابني، اشتريناك بالمصاري وانت عمرك شهرين ما كنت عيان شي من هالدنيا. طيب من مين اشتريتوني؟ من واحد اسمه أبو دعاس. ليش لحتى تشتروني يعني؟ ليش؟ هاي معك حق تسألني فيها يا ابني، معك حق. أنا رح أقول لك ليش. يا بي، أمك الله يرحمها ما كانت تجيب ولاد، وأنا الحق علي اللي ما تجوزت عليها وجبت لها ولدي سر قلبه بدل منك يا صياح. أهلي مين يا بي؟ مين أهلي؟ محمد الله. معناها بجوز كون أنا ابن حرام؟ أنا ابن حرام؟ لا لا، أنت ابن حلال، ابن حلال. معناته إذا بتعرف إنه أنا ابن حلال أكيد بتعرف أهلي. غير صياح شبان صار لي صار له شيء. ليش عم تبكي؟ خير صار شبان؟ شو صاير؟ وين صياح؟ صياح ليكو برا. لا تخلي يروح يا نايف، لا تخلي يروح. ليش؟ وين بده يروح هو؟ الله يرضى عليك، لا تخليه يروح. صاري خلص اهدى اهدى، خلص انا ما رح خليه يروح. اهدى بس. ايه صياح، بعد ما صاروا جاهزين روحوا دون الحاره بيعهم وانا بضل عن ساري هون. لا ما رح اروح. إيه شو بدنا نسوي بالحليبات؟ خدهم بيعهم انت. وين بده يروح بيعهم؟ بيعهم بالحارة اللي أنا ببيع فيها. أخي أنا شو بدي ياخدني على الحارة؟ خلص روح أنت بيعهم هنيك وأنا بضل عن سهري عم أقول لك. خلص يا نايف ما راح أروح عم أقول لك. شبك 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 طلع خلقك. خلص روح على الصالحية بيعهم وارجع لعندك مشان ما يتأخر.
تعي تعي. أنا ما علي حد أغيرك بهالدنيا، أوعك تتركني، أوعك. لا تخاف يا أبي، لا تخاف يا أبي. هذا الزلمة اللي باعك يعني ما جاب لك سيرة أهلي، ما قال لك مين أمي وأبي. يا أبي أنا سألته بس هو ما رد علي وما رضي يقول لي منين جابك. والله ما رضي. طيب مين أهلي يا الله؟ مين أهلي؟ سامحني يا أبي، سامحني. على شو بدي سامحك يا أبي؟ على شو؟ لأنه كان لازم أقول لك الحكي من أول ما وعيت على الدنيا، بس ما صار. مهما كان انت ابني، انت ابني. بوس ايدك حاول تتذكر. ما قال لك وين قرنت امي؟ وين قرنت ابي؟ لازم ناخذ استحياطنا منيح، شنو الفرنساوي ما راح يهدى باله لحتى يلاقيك. مضبوط يا عبي، بس بعيد عن اسنانه. والمشكله انه سلاح يلي معنا ما بكفي لنواجه الفرنساوي بكل قرنه. شوفت عينك، الشباب كثار وكل واحد مستعد يقدم روحه كرمال البلد، بس يا حسره ما في سلاح. مظبوط، السلاح شغلة ضرورية، لازم يتأمن. من وين؟ وكل المساعدات اللي عم تجينا من أهل المروة والخير يا دوب نشتري فيهم رصاص. ما قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ نأمن المال اللي بدنا نشتري فيه سلاح. ومن وين بدنا نجيب المال؟ مال موجود وكتير كمان، بس بدك مين يقدر يجيب. ما فهمت عليك. أنا لازم أشوف أبو عامر بأي طريقة. شو بدك منه؟ أبو عامر هو الرجال الوحيد يلي بيقدر يجيب لنا المال مطرح مو مخبى. بصراحة قلي شو القصة لحتى أتصرف، وخليك تقابل أبو عامر. تاريك ابن حرام يا صياح، ابن حرام وما لك عرفان. ما حدا بيقدر يفيدنا بهالشغلة غير ابو عامر. يا لطيف يا لطيف، اذا زبطت هالقصة مثل ما عم تقول يكون الله فرج من فوق. مشان هيك لازم نجتمع بابو عامر ونفهم القصة مظبوط. ايه أنا راح أبعد وراء أبو عامر مع واحد من الرجال، وفرد مرة بيطمن على وضعك بالحارة من ناحية الفرنساوي، شو عم يعمل من شانك؟ أي والله يا عميد، نطمن أكثر. يا عزام! مرني عقيد. راح أبعدك مشوار لحارة القصب. على عيني وراسي عقيد، أنا بأمرك. قالوا لي أبو عامر موجود عندك مختار.
أنا أبو عامر عمي، تفضل. أهلين أبو عامر. أهلين عمي، تفضل أحكي. في جوز كلام بدي لك يا راسي لراسك عمي. أحكي عمي، ما في حدا غريب. سيد أبو عامر، أنا بعتني لعندك أبو الخضر. أبو الخضر؟ يا عمي، أبو الخضر. أحكي. بيسلم عليك أبو الخضر وقال عاوزك وضروري يشوفك بأسرع وقت عمي. خير عمي، شو في؟ ما بعرف، بس وصاني إلك هالكلمتين هو وأبو الصلح عمي. الصلح عند منكم. يا أبي، يلا يا أبي، صار وقت الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبي، أبو صياح. يا أبي، صياح. يا بي، يا بي، يا بي، أبو صياح. السلام عليكم. ليه؟ خضر. ليه؟ يا ميت. أهلين. أهلين. شو هذا؟ الحمد لله. الله يسلمك يا كبير. الله يسلمك. والله فرحتنا، أقسم بذات الله. يا ميت. كيف كان الطريق؟ الحمد لله ميسر. تفضل تفضل. عزام، ورا عيد. جهزونا العشاء. صار. يا الله. طمنونا، كيف الوضع عندكم؟ شي بسر وشي ما بسر. الشي اللي بسر إنه رجال عددهم عم بيزيد كتير. ايوه الحمد لله، هاي نعمه من رب العالمين. بس رجال بدهم سلاح، وبدون سلاح ما راح نقدر نستفيد منه. معك حق يا ابو خضر، انا كمان بلزمني كما تعطي سلاح لرجالي بالحاره، لانه الفرنساويه بلشوا يفوتوا ويطلعوا على حارات الشام. اكيد ضروري يكون بين ايدين رجال الحاره سلاح. وسلاح بده مصاري يا ابو عامر. اخي اللي بترتب علي أنا جاهز، مالي والبوايكية تحت أمركم. الله محيي أصلك يا أبو عامر، أنت من يوم يومك مقصة ومغرقنا بأفضالك وكرمك، أنت ورجال حارتك. لا يا أبو خضر، أستغفر الله، أنتوا رجال البلد والبضايات اللي عم تحمونا، من واجبنا نسندكم وندعمكم بالمال وبالروح. من شان هيك أنا بعتت وراك يا أبو عامر، شنو المصاري موجودين، بس بدنا نعرف شلون بدنا نطالعهم من قرنتهم. موجودين وبدك تطالعهم من قرنتهم؟ والله ما فهمت عليك. اهم شيء يا ابو الصلح، اليوزباشي وين مخبي ذهباته؟ بالكراكون بالسجن. شو بالكراكون؟ ايه بالكراكون، شنو هو كان رئيسه. يخرب بيته على العمله. مشان هيك يا ابو عامر بدنا واحد نثق فيه يفوت على السجن ويتأكدنا من الكلام يلي قال لي إياه شكري يا فندي. هلأ إشكان طلع هالكلام مظبوط، كيف بدنا نطلع الذهب من الكراكون؟ المهم نتأكد بالأول، ونحن إلا ما نلاقي طريقة لحتى نطالع الذهب من سجن الكراكون. يعني بدنا واحد موثوق من طرفك يا أبو عامر. لا تهكلم أبو صلاح، في شاب اشتغل عندي بالبوايكية ممكن يأدي هالمهمة. وبتثق فيها كمين؟ كتير. هذا بيعمل اللي بدي اياه من تمساكت، واذا انلقط وعذبوا 100 واحد ما بينطق بحرف. يا عين عليك، كتير منيح. شنو هاي الكمية من الذهب ما لازم حدا يعرف فيها، لانه اذا انعرف السر بيقوموا جماعة الكراكون بيطالعوا الذهب بيعطوه للسرايا، وهيك بيصير ملك الفرنساوي. معك حق ابو الصلح، من هالناحية هاي عندي. مدام عندك انا مطمئن. طيب أنا اللي بدي أفهمه هلا، إذا دخلنا الولد على سجن الكراكون، شو العلامة اللي بدي نقله عليها والمقبول ده؟ لا تهكلم أبو الصلاح. أبو خضر،
الشيء اللي اتفقنا عليه انا بتولاه بذات نفسي. يومين ثلاثة بخبرك شو بيصير معي. اهم شيء بهالفترة ابو الصلح ما يجي على الحارة. فهمت عليك يا كبير، ما راح يجي. يلا السلام عليكم. الله معك، دير بالك على حالك. ان شاء الله معك. امان الله. اطرق يا شاب.